نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء فيل تحديث الطلب على تطبيقكم تيمو. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حسابي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تحديث الطلب، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء فيل تحديث الطلب، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.